الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلق بني الإنسان وسواهم ليبلوهم أيهم أحسن عمله، وينظر أيهم آثر العاجلة على الآجلة، وقدم الدنيا على الآخرة. والصلاة والسلام الطيبان الطاهران على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة ومرشد الأمة، الذي كانت حياته المثل الكامل في جلائل الأعمال ومكارم الأخلاق، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أكرم خلق الله وأشرف رسل الله، أرسله الله بالنور المبين والحق المتين على فترة من الرسل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أما بعد، إخوة الإيمان، فما زال الحديث مستمرا متواصلا متسلسلا حول وصفة الفرج القرآنية. الحديث يتركز الآن على دواء العلم، هذا الدواء الذي أسلفت أنه أعظم دواء وأهم دواء وأكثر دواء يفرط فيه، لأن الإنسان في الحقيقة عدو لما يجهل. والحديث حول العلم يتفرع إلى تفرعات عديدة، وكان الفرع الأول من فروع الحديث الحديث عن دور العلم في تفريج شدائد الحياة وتخليص الناس من هذه المصائب. وكنت ذكرت في الخطبة السابقة مفهوماً هاماً جداً يفرط فيه كثير من الناس حين يحصرون العلم بأناس محددين بشهادات رسمية وبأماكن رسمية كالمدارس أو المساجد أو المختبرات. وأوضحت أن كل إنسان يعمل أو يصنع أو يتاجر أو يطبب أو يهندس على هدى وبصيرة فهو إنسان عالم في الحقيقة، وإن لم يكن عالما في الشهادة، وهذا شيء أصل له القرآن. وذكرنا هذا من خلال أمثلة القرآن التي أوردها في الحديث عن مصائب واجهت أمم كثيرة من قبلنا يجب أن نعتبر بها. الحديث اليوم سيتكامل مع حديث اللقاء الماضي بمفهوم حساس جدا أيضا مرتبط بقضية دور العلم في تفريج شدائد الحياة، وما زلنا تحت خط عريض العلم المفرج لشدائد الحياة، ولكن الزاوية اليوم زاوية أخرى وهي زاوية الإبداع. سننظر في شدائد أيضا عرضها القرآن، ما هو العلم الذي ساهم، وأنا ذكرت علم عريض يساهم في تفريج شدائد الحياة، ما هي نوعية هذا العلم الذي ساهم، من حيث هل هو علم مكرر، هل هو علم مجتر، أم أنه علم مبدع، أم أنه علم مجدد، أم أنه علم يتعلمه الإنسان بين يدي معلمه وأستاذه ثم ينطلق منه إلى حل مشاكل الحياة. فالعنوان دور الإبداع في العلم المفرج لشدائد الحياة. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نعرف معرفة يقينية أن فضيلة العلم وقيمة العلم إنما هي في نفع أهله، وإنما هي في حل مشاكل أهله. فما قيمة إنسان عنده من العلم ويحضر مجالس العلم ثم تجده كحال المثل العام القائل الإسكاف حافي والفر عريان وباب النجار مخلع. قال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، وذكر نقطة هامة جدا، قال إنما زهد الناس في العلم لما رأوا قلة انتفاع من علم بما علم. لما تأتي وتشاهد إنسان، وللأسف وأنا أقولها متألماً ومتحسراً
والله كثير ممن يدعي أنه من أهل العلم إنما هو لم يعرف من العلم إلا الرائحة، وما زال يسبح على شواطئ العلم، ما غاص في العلم، وإنك لن تعرف العلم الحقيقي حتى ترى أهل العلم على الدقة. بالتالي مش كل إنسان ادعى أنه هو من أهل العلم ثم وجدنا حاله سيئة قلنا هذا العلم ما نفع أهله، نقول هل استثمر هذا الإنسان العلم في حل مشاكله؟ وهنا النقطة الهامة. إذن فضيلة العلم في تطوير أحوال الناس، وهذا تبين معنا سابقا لما وجدنا الفضيلة عند سيدنا يوسف عليه السلام، لما تجد أمة كاملة، أمة كانت مصر لم تكن أمة متخلفة في ذلك الواقع، كانت أمة متقدمة، لكن الذي أنقذها علم وجد عند هذا الشخص لم يوجد عند غيره. الذي ما عرف العلم مع أنه كان يسمى من أهل العلم، الذين كانوا الملأ حول الملك ماذا قالوا له؟ وقال الملك أفتوني في رؤياي، ماذا قالوا له؟ قالوا أضغاث أحلام. الإنسان عدو ما يجهل، لكن الواقع حينما تكشف، حينما ذاب الثلج وبان المرج، ماذا ظهر؟ ظهر أن ذلك لم يكن أضغاث أحلام، بل كان ذلك رسالة يفهمها أهل العلم، وكان ذلك دورا يجب على أهل العلم أن يقوموا به. ولكن هذا العلم ونحن نغوص فيه نرى، وسأدخل في الأمثلة حتى لا أكثر في التأصيل، سيدنا نوح عليه السلام وقد أشرت إلى دوره إشارة، واليوم أفصل في نقطة لم تفصل سابقا. سيدنا نوح عليه السلام لما علم أن مصيبة الطوفان ستصيب الأرض بما فيها وبمن فيها وستهلك كل شيء، نجا بماذا؟ كما اتفقنا نجا بالعلم، لكن ما هي طبيعة هذا العلم؟ قال هذا العلم علم جديد ما كانت تعرفه البشرية، لم يتعلمه من إنسان آخر، علم علمه من الله، وهذا شيء نص عليه الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، فقال وإنما كان نوح عليه السلام أول من صنع السفن على الأرض ولم تكن البشرية تعرف من ذلك شيئا، وكان ذلك قبل قرون لا يحصيها إلا الله. والله يا كرام لا يزهد الناس في مجالس العلم وفي خطب العلم إلا لما يجدون من التكرار ومن إعادة نفس المعلومات ومن اجترارها، حتى صرت تسمع أناس يقولون مللنا من هذا الكلام المكرر، من هذا الكلام المعاد. وهذا حق، أنا أسمع أول مرة أقتنع وأنتفع، طب هل أستطيع أن أعيش على نفس الطعام 100 سنة؟ مستحيل، لابد من طعام متجدد، لابد من طعام مستمر. نحن دائما نقول وقل ربي زدني علما، إذا لم يكن أهل العلم بالدرجة الأولى هم من سيستمطر هذا العلم فيقدمونه للناس علما جديدا، فمن سيأتي بهذا العلم؟ فإذا هذا الشيء يجب أن يفهم. سيدنا نوح عليه السلام حل المشكلة بعلم جديد، حرك عقله، تعلم، نزل الوحي قال له قطع الخشب وأتي بالخشب وضع المسامير، ولكن في هذا، إذا هذا أول شيء، هذا العلم علم جديد. النقطة الأخرى، أنت يا أخي الكريم حين ستأتي بعلم جديد تحل به مشاكل الناس، بعلم مبدع، ستواجه بأناس لا يعرفون في الجديد فضيلة، دائما يعيشون على القديم وعلى المكرر، فماذا ستواجه؟ شو يا أفلاطون زمانك صاير تفهم آخر العمر؟ ما حد من البشرية اكتشف هالشي غير أنت يا فهيم زمانك؟ سخرية وتحطيم. وهنا دور الصبر وتحمل السخرية في إنجاز الإبداع من أجل إتمام هذا العلم حتى يحل المشاكل. تخيلوا لو أن سيدنا نوح عليه السلام تحطم بسخريتهم فتوقف عن بناء السفينة، ما النتيجة؟ هل سيحابيه الله بعد أن علمه؟ سيغرق كما غرق غيره. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نلتزم بالعلم، فإذا هذا الإبداع يحتاج إلى صبر. يا أخي الكريم في محددتك، في منجرتك، في بستانك، في معملك، دائما أيكن همي أنه خلاص أنا عشت أعيش على ما عاش عليه أبي وجدي، لا، أتقن وأتعلم، لكن بعد أن أتقن أشغل هذا العقل، هذا عقل أعطيناه من أجل أن نحركه،
من أجل أن نستخدم ما قيمة سيارة تشتريها ثم تركنها؟ ما قيمتها؟ وهذه سيارة، ما بالك بالعقل، بأعظم شيء ميز الله به الإنسان عن غيره. فهذه أول نقطة، لا بد من صبر ولا بد من قوة للتحمل. هذا سيدنا نوح. ننتقل إلى مشهد آخر، نجد نبيا آخر من أنبياء الله عز وجل، وهو سيدنا داود. في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: وسخرنا مع داود الجبال والطير وكنا فاعلين. وعلمناه، شوفوا ما أعظم العلم، وعلمناه صنعة لبوس لكم. ما النتيجة؟ استعراض أنه أنا بعرف أصنع دروع؟ لا، النتيجة في مشكلة ستحل، لتحصنكم من بأسكم، لتحميكم من الحروب التي تتطاحنون فيها وتتقاتلون من أجل دنيا حقيرة، فيذبح بعضكم بعضا. فمن الله علينا بأن علم نبي الله علما حل به المشكلة، وهي علم صناعة الدروع. شوف العلماء ماذا يقولون في تفسير الآية. ذكر الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن فيما يرويه عن الإمام قتادة، قال: كانت الدروع قبل داود عليه السلام معروفة. الآن نحن ذكرنا سيدنا نوح أول من صنع السفن على الإطلاق، سيدنا داود أبدع لكن لم يكن كإبداع سيدنا نوح، وهذه زاوية ثالثة. قال: الدروع كانت معروفة. قال: ولكن الدروع كانت في ذلك الوقت تصنع على شكل حراشف، يعني صفائح ثقيلة توضع على صدر المقاتل، على ظهره، على جنبيه، وبين رجليه، ثقيلة لا تستر كامل الجسم، تبقى رقبته ظاهرة، يبقى نحره ظاهرا، يبقى أعضاؤه ظاهرة، فبالإمكان أن يضرب من خلالها. فأتى سيدنا داود بما علمه الله وبما فتح الله عز وجل عليه من علم جديد، قال: فطور وأبدع في صناعة الدروع، فبدل أن يصنع الدروع من الحراشف صنعها من الحلق. ما ألان الله له الحديد وألنا له الحديد، فصار يعالج ذلك الحديد ويصنعه حلقا حلقة. في سورة سبأ الله يقول: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. قال: فصار سيدنا داود يصنع الدروع بطريقة السرد. والسرد في لغة العرب كما يقول أهل المعاجم، قال: السرد للحديد كالنسج للثياب. شلون الخياط ينسج الخيوط نسجا متينا محكما؟ صار سيدنا داود يصنع الدروع بنفس هذه الطريقة. ما هي النتيجة؟ دروع خفيفة تعطي المقاتل مرونة وقدرة على الحركة. اثنين، دروع سابغة، وهنا قول القرآن: أن اعمل سابغات. فصار الدرع الذي يصنعه داود عليه السلام يستر جسد المقاتل كاملا، لا يظهر منه إلا عينيه. هذا الذي أنقذ الإنسان، وهذا الذي حمى الإنسان، علم كان معروفا فطورنا فيه. وهذه نقطة في الإبداع. قد يكون إبداعك ليس إيجاد شيء من العدم كما فعل سيدنا نوح، قد يكون الإبداع في تطوير شيء موجود لكن أنا أحسنه، كما يذكرون اليوم في الإنتاج وفي الصناعة تحسين الجودة مع تخفيف التكلفة. اليوم لما نذهب إلى المعلم المصلحة فيعمل عقله ويعمل علمه بوسيلة تقضي لنا الغرض مع تكلفة أقل، والله هذا من أهل العلم، والله هذا من الذين يحلون مشاكلنا. اليوم نحن كثير بحاجة إلى هذا الشيء. هذا العلم الذي استطاع الإنسان أن ينتقل فيه من كهرباء 220 إلى كهرباء 12 فولت، ألم تحل لنا مشاكل عشناها لمدى سنين طويلة؟ هذا العلم الذي انتقل بالإنسان من وسائل نقل بدائية إلى وسائل نقل حديثة، صار يقطع 80 و85 كيلومتر في ساعة وفي نصف ساعة، كان سابقا يقطعها في 3 أيام وفي 3 أيام بلياليها، يحتاج وقتا ويحتاج جهدا ويحتاج مالا. هذا تطوير وهذا إبداع.
فهذه نقطة أخرى. مشهد ثالث من مشاهد الإبداع ومن مشاهد الإتيان بعلم جديد لا يعرفه الآخرون في سورة النمل، في مشهد جليل مهيب. ملك الملوك سيدنا سليمان عليه السلام يقف متفقدا جيشه، فيصل إلى الطير وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. مصيبة، علق الهدهد، يعني لو علق مع معلمه نص مصيبة، لو علق مع عريف الهداهد نص مصيبة، لو علق مع قائد الطيور نص مصيبة. علقت مع مين؟ مع سيدنا سليمان. علقت وما حد سمع عليك يا هدهد، ولكن أهل العلم يفهمون أن الفرج قد يأتي، فقال: أو ليأتيني بسلطان مبين. جيبوا لي الهدهد. فأتى الهدهد، أحضر إلى سليمان عليه السلام. قال: فمكث غير بعيد. تخيل، عش هذا الموقف يا أخي. فمكث غير بعيد فقال: الإبداع يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى مغامرة. يقف أمام من؟ أمام سليمان عليه السلام، مهدد بالتعذيب أو بالقتل. يقول له: تريد أن تعذبني؟ عذبني، ولكني أحط بما لم تحط به. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. أنا هدهد صحيح، أنا عام جندي من عامة جنودك صحيح، لكن عندي علم ليس عندك، افعل ما بدا لك. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تعرفوا أن هذه مصيبة أكبر من المصيبة الأولى؟ تخيل يطلع الهدهد مش قد الكلام، شو بدي أسوي فيه سيدنا سليمان؟ والله لا يلتفون ريشه، لا يخليه عبرة للأولين والآخرين. لكن ما النتيجة كانت؟ النتيجة كانت وصول إلى مملكة سبأ، وإسلام مملكة سبأ، وفتوح. على ماذا بنيت؟ بنيت على علم الهدهد، على علم لم يكن عند من؟ عند الملك. فالإبداع يحتاج ماذا؟ يحتاج جرأة، ويحتاج مغامرة، ويحتاج إقداما. الحديث طويل ومتشعب، ولكن إذا أردنا علما يحل مشاكلنا وينفعنا فنحتاج علما مبدعا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول ما تسمعون، واستغفر الله فيفوز المستغفرين. استغفر الله.